أول حاجة نعملها الدعاء. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نلزم هذا الدعاء. لازم نلزم هذا الدعاء على طول. ده مش بعد رمضان بس، ده على طول في كل الأوقات. يعني ده كان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. الحاجة الثانية إن أنا أعمل لنفسي جدول إيماني، جدول للطاعة. جميل. ألتزم بيه. صحيح. زي ما أنا بعمل إيه؟ زي ما بعض النساء ربنا يبارك فيهم وبعض الرجال بيعملوا جدول للرجيم وبيلتزم، يقول لك لا يمكن أفرط فيه، تيجي تديله سكر يقول لك لا أنا دايت، تعمل مش عارف يقول لك لا. طب لما لا؟ يبقى الجدول الزمن للطاعة ده هايل. طب ما أنا كمان دايت عن المعاصي. ما نشغلها دايت. ما بلاش نضيعش الوقت بقى. ما بلاش معاصي ونخليها كده يعني. يعني دي حاجه نعمل جدول ايماني. انا كنت بصلي في رمضان قد ايه؟ 11 ركعه تراويح ماشي، خليهم خمسه، ركعتين خفاف وركعتين طوال ووتر. المواظبه. وواظب عليهم. حبوا الاعمال الى الله ادوم وقل. صمت في رمضان قد ايه؟ الشهر كله. جميل. 30 يوم. انا عايزك بعد الشهر تصوم 3 ايام في الشهر، تمام؟ ولو قدرت اثنين وخميس يبقى جزاك الله خيرا. جميل قوي. جميل. طيب قريت القران كم مره؟ والله اختي اتصل بيا من دبي اقسم بالله قالت لي ختمت القران 26 مره. الله. يعني كل يوم تقريبا كل يوم ختمة. تقريبا ختمة. تقريبا ختمة. والله 26 مره. ان شاء الله. انا مش هقول لك اختمه 26 مره، انا هقول لك اختمه في الشهر 3 مرات. وسهل جدا، وعلى فكره سهل انك تختمه 10 مرات، بلاش 10 مرات، 5 مرات. وهقول لك على طريقة سهلة جدا تقدر تختم بها القرآن 5 مرات قبل كل الأيام العادية. في الأيام العادية. قبل كل فريضة اقرأ جزء من القرآن. الجزء ياخد معك تلت ساعة. تلت ساعة. روح المسجد بدري تلت ساعة، افتح المصحف، تمام، صلي ركعتين تحية المسجد. الله. وافتح المصحف اقرأ 20 صفحة. ده رأيه جميل. جميل قوي كده، مش هتكلفه حاجة. قبل كل فريضة. في اليوم يبقى كام؟ 5 فرائض في الشهر. خمس ختمات. تمام. 5 ختمات في الشهر مرتاحه وجميله وزي الفل. حاجه سهله وبسيطه. وحاجه سهله بسيطه. مش هشعر بالارهاق او تعب. كنت في رمضان بتعمل ايه؟ بتذكر ربنا كتير جدا، صح؟ ايوه. لسانك ايه اللي هيعطله؟ ولا يزال لسانك قرارا بذكر الله. لما راجل بيقول بتشتغل يا رسول الله كثرت علي شرع الاسلام فاخبرني بامر اتشبث به، قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. سبحان الله. النبي جمع له كل حاجه فيه، لان الانسان لا يفعل معصيه وهو يذكر الله. وانا اتحدى واحد يكون بيبص على بنته اثناء ما بيذكر ربنا. خد بالك كتير يقول لي ايه مش عارف اغض بصر، اقول له اذكر ربنا، يقول لي طب الذكر يا مين؟ اقول له بس جرب. بس جرب. والله لا يجرب، لكن بس ذوق طعم الذكر. فهو ماشي كده قطر من سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر. طب بالله عليك الصعصم، واحد بيقول لا اله الا الله الله اكبر وهيبص على واحده؟ انا لا اتخيل. الله يبارك لك. صح. مش ممكن بجد. علاج غض البصر، علاج البصر ذكر الله. ذكر الله. الله. علاج اي شيء في الدنيا ذكر الله. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. والحديث الثاني البيت مثل البيت الذي يذكر فيه يعني. والبيت له مثل الحي والميت برضه. سبحان الله. طب ده النبي له حديث سبحان الله اعجاز. ألا أدلكم بخير أعمال، ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الورق والذهب وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. إيه ده كل ده؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. يا الله. وذكر الله عارف يعني يا أستاذ عاصم عايز أقول حتة صغيرة عن ذكر الله. الناس فاكرة أولا ذكر الله 5 أنواع. ذكر الله عند ورود الأمر، جالك الأمر وأقم الصلاة لازم تصلي، يبقى انت لو صليت لو صليت انت ذاكر لله. البس الحجاب لو عملتيه تبقى انت ذاكره لله. طيب ذكر الله عند ورود النهي، اوعى تشرب خمر، اوعى تمشي مع النساء، ذكرت ربنا في النهي. نعم. لو عملت كده انت ذكرت الله. ذكر الله في الاحوال والمناسبات، عند دخول المسجد، عند الخروج، عند دخول البيت، عند اتيان الزوجه، عند كل ده ذكر الله. ذكر الله المقيد بعدد بعد الصلاه تسبح 33 وتحمد الى اخره. ذكر الله المقيد المطلق الذين يذكرون الله قياما وقعودا. لكن اعظم ذكر خد بالك بقى من حته مهمه قوي قوي المنصت او عزم. اعظم ذكر في الكون ده كله نعم ان يكون الله منك على بال دائما. ازاي بقى؟ واحد راح يشتري علبه سجاير فهو بيشتريها فافتكر ده ربي حبيبي حرمها. حرم. لا يا عم خد السجاير واديني بداله جبنه او حلاوه او اي حاجه. امتثال. فان فعل كده فالله منه على بال. واحدة خارجة ومتزينة وعاملة في نفسها بقى فول ميك اب واسترتشات ومش عارف ايه، فهي خارجة يا خبر ابيض فين بقى يدنين عليهن من جلابيبهن؟ لا خلاص يا رب والله لا يمكن. استقبحت المنظر حاجة. رجعت تاني. وهو ده معنى لبيك اللهم لبيك. لبيك. جئتك بحب. الله. شفت المعنى الجميل ده؟
لو استحضر المعنى ده اللي راح يحج هيحج بجد. لبيك اللهم لبيك، انا جيت لك يا صاحب الجلال والكمال. يعني هو ده المعنى، طاعة لكم. في الحقيقة انا عارف طبعا الوقت خلص، لكن الوقت يعني مش عايزين للاسف انا يعني انا فعلا عايز الوقت يمتد ساعه وساعه. يبقى احنا استحضرنا كده النقاط. اول حاجه الدعاء. أيوة. تاني حاجه ان احنا نعمل نفسنا جدول ايماني. نعم. تالت حاجه ان احنا ربنا يكرمنا ونلزم بقى زي ما قلنا القران، واخر حاجه ان احنا ندخل السعاده اللي حوالينا، يا ريت لصالح كل المخاصم، وده من ذكر برضه لصالح كل المخاصم منهم. نرضي الام والاب، نرضي الزوجه والاولاد. الله. نرضي جيراننا، نرضي حبايبنا كلهم. واخر حاجه ودي انا كنت عايز اقولها برده مهمه قوي، ان احنا ما ننساش ابدا اخواننا في فلسطين والعراق. نعم. اخواننا المسلمين في كل مكان، ندعي لهم دايما، ندعي لهم دايما، ونحاول بقدر الامكان ان احنا ما ننساهمش في اي صلاه. ربنا يبارك في جميع رب العالمين. ربنا يبارك لك شيخ محمود الحقيقه.